حله انعدم فيها الرجال وحسك مرق يا ست جاه. حسي مرق؟ حسي مرق وقت مرق الحاجات كانت متسوسه زمان. ها؟ انت المرق شنو يا سكينه؟ مرقك الجواب ما وصلك. جواب؟ جواب شنو؟ مرق نخرفك الجبدري ده. انت ما قلتي في الحله ما في جديد. ها؟ ما دام اسا قلت الجديد مرقته وقلت اتفسح واشوف الحاصل شنو. عارفاكي من زمان مستني اليوم ده وعينك على ابراهيم. يا حليلك يا ابراهيم. ابراهيم اللي قلت ما بشوف زول غيري طلع ما بشوف لما كتب لك الجواب ده يا سكينه. كتب لي جواب فعلا ابراهيم ما بشوفنا من شافك يا اختي. انا اخذني ود عمي الزين قبال ما ياخذك ابراهيم بتاعك ده يا الغبيانه يا الحيرانه. نسيت قصة ابراهيم لما كنت بتحكي لي وقلت لي بنتظرني تحشيرة اللالوب. وبقول لك تعالي يا ست الروح وبتجيني راجعة عرقانة زي الضرباك العقرب. وكمان لا لا سكينة سكينة. عليك الله دي كان ايام جهل ساي ما تذكرينا ايام جهل. وين صوتك العالي يا السجمانة يا رمضانة ما تطلعيه. اسمعي هنا في واحدة غيرك كان بتقيف لابراهيم عشان نشوفها. احنا لما نشوفه يا يمه بنجري جري لاخر الشارع. اسمع هنا منو اللي كان عندها حلق الهلال مش بحلقك؟ ده اكبر حلق في الحله والحلال. خلاص يا سكينه كلمتي قلت لك خلاص خلاص. خلينا كويسين كده على اخر عمرنا. اسمعي فوي اسمعي يا ست الجاه الجواب ده كتبوه فيك انت. لو كان لغيرك كان لقيتيه شنطته. ما في شنطتي. خلاص وفي السودان شهر رمضان شي غير عادي.